نهاركم زين في تونس. هذا هو برنامجنا اللي نبداو به معكم كل يوم ساعتين من زمان من 10 حتى النص نهار. اليوم الاثنين نبداو معكم اسبوع نتواصل معكم على امتداد 4 ايام فقراتنا المتنوعه، ضيوفنا كيف كيف، نتحدثوا ديما سينما مسرح، نتحدثوا اكتواليتي، تشوفوا معنا مختصين في كل المجالات معهم هما، نحاولوا نفهموا شنو اللي صاير في تونس وشنو اللي قاعد يصير في البلاد في مختلف الاختصاصات، نحاولوا معكم نفهموا اكثر المواضيع اللي تهم التونسي في حياته اليوميه، ونكونوا موجودين في فقراتنا للخارجيه في اكثر من نقطه، وخاصه نركزوا على الاسواق ونمشيوا للبوان مارشي وين نلقاو الاسعار. واليوم باش نمشيوا معاكم الوسط للعاصمه ونتحدثوا مع الناس على السولد. نعرفوا الناس كل السولد بدا، موسم التخفيضات الشتوي بدا، اكيد اكثر تفاصيل عليها ناخذوها من بعد مع زميلنا ياسين اللي باش يكون في ربط مباشر. الفقره الاولانيه والجزء الاولاني كما تعودتوا به هي لمتنا على قيود الصباح، ناخذوا لاكشواليتي مع ملاك حسام ومحرز. صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. صباح الخير فاتن. مرحبا. صباح النور. بليك جبت لنا الجرايد ونبداو بالصحافه سيده رئيس التحرير، عطينا شو اللي عندك. خلينا نبداو بالجرايد الورقيه كما تعودنا وبعدنا نتعداو للحسام. في البيان حبيت نقرا لكم مقال في الصفحه 3 تلقاوها تحت عنوان السياحه الصحراويه تطور ب 63% في عدد السياح سنه 2017 والتونسيون والروس في المقدمه. انا علاش حبيت ممكن رقم ايجابي خلينا نقولوا نبداو به الصبحيه، اكثر 119 الف سائح في 2017 بزياده 66% السنة فاتنا سجلناها بالنسبة للسياحة الصحراوية فقط. وحبيت نقول اللي التوانسة راهم في المرتبة الأولى بالنسبة لدعم السياحة، ومعناها هما اللي نلقاوهم متصدرين الرقم هذايا. بعد نلقاو الروس، بعد نلقاو السوق الأوروبية اللي فيها معناها عودة الفرنسيين تدريجيا، لكن نعاود ونقول اللي التوانسة، التوانسة هما اللي قادرين اليوم ينشطوا السياحة وينشطوا الاقتصاد التونسي. السياحة الداخلية هي السياحة الداخلية هي اللي دعمت الموسم السياحي، خصوصا نحكيو على السياحة الصحراوية. هذاك علاش اليوم ثم اشكالات ممكن في مساله الخدمات، مساله التعاطي والتعامل مع السياح التوانسه مقارنه بالتعامل مع السياح الاجانب. راهو نحب نقولوا كما السائح التونسي يدفع، ممكن السائح التونسي اليوم مع التطور اللي عرفوا الدينار مع الوضعيه الاقتصاديه صعيبه، راهو يظهر لي ولا يدفع اكثر من السائح الاجنبي اللي يحجز من برا ويجي عن طريق وكالات الاسفار. هو احنا ديما ملك نحكي ولا حكي هذه ديما نقولوا التوانسه والاجانب ما يتعاملوش كيف كيف، اما وقت تمشي للجنوب ما نعرفش تجربتي الشخصيه تقول عكس هذا، معناها تلمو يفرحوا بيك اللي تحس روحك معنا ضيف مكرم مبجل حتى لو كان ماكش اجنبي، اما بالحق يفرحوا بيك برشا. الحقيقه العقليه تتبدلت صحيح، هذاك علاش راهو نحن قاعدين نخدموا قاعدين نطوروا في رواحنا، وحتى السياحه الساحليه راهو حتى سنين التوانسه راهو هما اللي نشطوها بدرجه كبيره. الاشقاء الجزائريين زاد باش ما نكذبوش، لانه فتره من فترات لقينا السوق الجزائريه وهو قاعده ترجع بتدريجيا الاسواق الاخرى تباعا مع الاستقرار الامني ان شاء الله في بلادنا. هوني اكثر خدمه على الاتصال، ماذا بينا كيف نشاركوا في معارض البرا، نحضروا دي ستاند باهين، نبعدوا على تصوير التونس تاع الجمل والنخله، وحسام ادرى مني باللواب والامور هذه كل، نخدموا اكثر دي سبوت مزيانين لتونس. برشا شباب قاعدين يعملوا في حاجات ومبادرات معناتها مزيانه، صحيح ندعموهم اكثر لان الخدمه كلها ديجيتال توا. صحيح صحيح، اكيد الخدمه من الخدمه الديجيتال نرجع للخدمه الورقيه، نرجع للصحف التونسيه. في الشروق صفحه 8 نلقاو مقال بعنوان بلغ عددهم المليون المتقاعدون مستاؤون. اكيد نعرفوا الفئه من الناس هذوما اللي عطاو برشا البلاد هذه اللي خدموها اللي قدموا طاقاتهم الكل، لكن للاسف ما بعد التقاعد. هذا الاشكال، هذا السؤال اللي تطرح اليوم فاتن. رجعوا ممكن في المقال هذايا على ازمه الجمعيه التونسيه للمتقاعدين اللي فيها 17000 منخرط، ونرجعوا نفس الوضعيه اللي تعيشها عديد الجمعيات في تونس وعديد المنظمات، هو الدعم اللي ما عندهاش دعم، ما عندهاش دعم حكومي خلينا نقولوا. برشا ناس تعول كان على دعم الدوله، لكن راهو ثم مداخيل اخرى، ثم معناها مصادر تمويل اخرى نجموا نعاولوا عليها، ونجموا نعاونوا المؤسسات هذه والجمعيات هذه اللي قاعده تقوم بعمل كبير. هذاك علاش ممكن اليوم غياب دعم والتمويل ولا اي نشاط يهم المتقاعدين في فتره التقاعد خلى الفئه هذه من الناس مستائين شويه. يقول هي احنا اصلا الثقافه نتاع التقاعد احنا ما عندناش في تونس، معناها قليل وين تلقى انسان من اللي هو مازال يخدم قبل بخمس سنين ست سنين يبدا يخمم في فتره التقاعد وين باش يمشي، شنو باش يعمل، كيفاش باش تكون حياته. عند الغرب حياته تبدا بعد التقاعد، خاطر وقتها باش يولي عنده شهريه صحيح، لكن عنده اكثر وقت باش يخرج باش يتفرهد باش يحوس باش يشوف عائلته باش يتلهي بداره. هذه يمكن احنا ينقصنا شويه حسين تخمم في فتره ما بعد أكيد ما بعد الخدمه. احنا نعيش اليوم يوم نعيش الغدوه معناتها شكون يضمن. اما في الموضوع نتاع السياحه حبيت ان نجبد الحكايه هذه، لانه في تونس معروفه من البلدان العالميه من اكثر البلدان اللي هي بيئه ملائمه للمتقاعدين. فما برشا من فرنسا يجيو متقاعدين يعيشوا في تونس، فما برشا متقاعدين حتى يجيو من بعض البلدان الاوروبيه او الامريكيه، اختاروا تونس كبلاد ملائمه للتقاعد.
علاش؟ لانه مقارنه معناتها بالنيفو دفي اللي عندهم، معناتها مستوى المعيشه عندهم صحيح. تونس اقل شوي. أيوه. وثانيا لانه الرعايه الصحيه موجوده تونس من البلدان الاوائل، وتنجم تقول بلاد رايده معناتها في المنطقه نتاعها وماشيه وتقدم في حكايه الرعايه الصحيه. هذيك علاش هذه حاجه نركزوا عليها. ما ننساوش انه العلاج الطبيعي تونس من الكلاس الثاني عالميا، معناتها في البلدان اللي هي المعالجه بمياه البحر والحاجات هذوكم. أيوه. نخدموا عليها اكثر في التوريزم ان شاء الله يجيب لنا فلوس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هكا اكو عندنا مقترحات من عند حسين فيما يتعلق بالموضوع هذايا. نمشيو توا للصباح الاسبوعي نلقاو معمل يهم فئه زاده من المجتمع التونسي، فئه تعاني في صمت، فئه اللي بالحق معناها من الطبقه الشغيله بامتياز. خلينا نحكيو على سالم عامل، كما نحكيو على نساء في القطاع الفلاحي، راهو ثم عدد كبير من نساء يخدموا في قطاع النسيج اللي ممكن فات عددهم حتى الرجال والذكور معناها في القطاع هذايا. لكن نلقاو عنوان بنات المعمل يتألمن من الضغط والامراض، السلع التركيه عمقت اوجاع قطاع النسيج، رجع ممكن المقال على ازمه قطاع النسيج. ونعرفوا اللي من 2010 فات تراجع الكبير اللي عرفوا القطاع هذايا، ونعرفوا اللي ثم تقريبا اكثر من 400 مؤسسه مجموع 2000 مصنع معناه ومؤسسة تم غلقها استنادا للظروف الاقتصادية الصعيبة. هذاك علاش اليوم الناس هذوما بالحق معناه يعانيوا في وضعيات صعيبة، وضعيات هشة. نعرفوا الساعات العمل الكبيرة في المعمل، ونعرفوا تخافايا لاشين كما نقولوا احنا في المعمل كيفاش يسقط البدن، وانه العبد بعد يلقى روحه وضعيته الجسدية معناها مش باهية. لكن للأسف مع هذايا الكل زيد القطاع الكل يعاني، خاصة يعني من التوريد العشوائي. والتوريد هذا هو مسألة التوريد اليوم، والمصنعين الصناعيين الأتراك يقول المقال أنه زادوا في تعميق الأزمة. أنا حبيت نقول لي ثم إجراءات ممكن تم اتخاذها مؤخرا، ونعرفوا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان ثم إجراءات معناها باش يخفضوا ممكن من الأزمة هذه، على أساس أنه يتم التقليل من توريد بعض السلع التركية حفاظا على معناها القطاع هذايا وعدم اندثاره. لكن ماذا بينا نزيدوا ندعموا الاجراءات هذه اكثر واكثر في الفتره القادمه. هذا المقال تقراوه في جريده الصباح الاسبوعي في الصفحه الثامنه. نختموا بالجرائد الورقيه الفرنكوفونيه. هنا نحكيو على لابريس اللي نلقاو فيها مقال مهم برشا يهم طلبتنا، الطلبه اللي توا مازالوا كيكملوا الامتحانات، ثم اللي مازالوا في عطله فيهم، وثم اللي معناها رجع في خلينا نقولوا في طريق البحث باش ينجز مشروع تخرجه. المقال يتناول يقول لا galère pour décrocher un PFE projet de fin d'études اللي هو مشروع التخرج نتاع الطلبه اليوم اللي هو ولا اشكال ومعضله بالنسبه لطلبتنا. علاش؟ خاطر لازم التأطير، لازم يختار الموضوع بالكدا، لازم يعرف شكون يأطره، يعرف وين المؤسسه ممكن باش يعمل فيها ستاج نتاعو وباش ينجز فيها مشروع تخرجه. برشا طلبه للاسف يلقاو رواحهم وحدهم اليوم، ما يعرفوش كيفاش وما يعرفوش ممكن يختاروا، هذاك علاش ما يوصلوش النتيجه ممكن المرجوه الباهيه. هذاك علاش ولا كل كوشمار ولا كل كابوس بالنسبه للطلبه. مرحلة صعيبة، وخاصه اللي نعرفوا الناس كل هي قد تحدد مصيرك نهار اخر. هذا هو بالنسبه للسوق نتاعك يكون يفتح بيبان لخدمه، انك تمشي في افاق جديده، انك تدخل في مؤسسه في تربص قد تكمل فيها من بعد. هذاك علاش نعولوا على صبر الاساتذه، ما فيها باس يعطيهم مجهودهم شويه للطلبه ويأطرهم حتى لاخر مرحله، لانه مشروع التخرج مهم ومهم برشا بالنسبه لبدايه المسيره العمليه بالنسبه للطلبه الكل. وبالتوفيق لطلبتنا اليوم كما قلت مازالوا يكملوا الامتحانات وتوا في عطله، والا في طريق البحث على موضوع بالنسبه للمشروع معناها مشروع التخرج نتاعها. ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. فما ناس مازالت عادي في الامتحانات بالرزنامه الجديده، ما عادش كيما قبل كنا نقراو مع بعضنا الناس الكل، نصلعوا الناس الكل فرد وقت، نعدي فرد وقت. توا الامور تبدلت، ان شاء الله بالتوفيق للناس اللي مازالت في فتره امتحانات، وان شاء الله بنجاح للناس اللي سي كملت وارتاحت، وخاصه العائلات اللي تتعب شويه مع صغيراتها في الفتره هذه. حسام، نجيو للعالم الويب والانترنت والمواقع نتاعنا الكل، شنو اللي فيهم اخبار، شنو اللي يحكيو التوانسه البارح في الليل؟ ولا لهنا باش نحكيو على التوانسه شنو هي لي توندونس اللي تبعوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أي. ونحكيو على المواقع الالكترونيه. حبيت نختار حسب موقع webradar.me اللي هو يعطينا الكلاسمون نتاع اكثر الشخصيات متابعه وتفاعلا. لهنا تفاعلا معناتها سواء مع سواء ضد جيم ولا جيم با ولا بارتاج الطريقه هذيك. لهنا نلقاو كريستيانو رونالدو في المرتبه الاولى، اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو. علاش كريستيانو رونالدو؟ 261 ألف معناتها تفاعل كان مع الاسم هذايا، خاطر الماتش نتاع البارح كان كور كريستيانو رونالدو معناتها مركز بونتويت تضرب وتصور بتليفون كما نراو في التصوير هذاك اللي باش تعدى. كريستيانو رونالدو الصوره هذه كان دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، انه تضرب دمدم خذا البورتابل نتاع الطبيب
باش يشوف روحه اسكو سافا ولا لا، معناتها كل شيء يتطور معناتها لدرجه انه معناتها ولينا نراوها تصور كما هكا يدوروا على الويب. علاش كريستيانو رونالدو تصويري هذه دارت برشا؟ لانه ما نساوش انه عنده 122 مليون و300 الف فان على صفحات التواصل الاجتماعي. شويه اقل من اللي عندي انا. رونالدو او رونالدو. كان حبيت معناتها لا باش يفهم اهميه التواصل الاجتماعي، لانه تلقى ساعات برشا جوالات معناتها كيف هو يمكن حتى اكثر منه موهبه، ورغم ذلك ما عندهمش سرقه للتسويق. صفحته قاعد يبيع فيها في الحوايج، يبيع فيها البرودوي نتاعو. اي بالضبط، يسوق هي خدمه. اي هي خدمه ويلزمها برشا، معناها فما ناس كما شفنا تعمل حتى شركات مختصه باش تتبع لهم صفحتهم، تعرف وقتاش تهبط التصويره وشنو هي التصويره وشنو هو التعليق اللي تحطه، وتعرف معناها هي كلها راهي سيت استراتيجي معناها. بالطبيعة هذا ستار سيستم يتسمى، معناتها صناعة النجوم. في المرتبة الثانية تجي السيدة وزيرة الشباب والرياضة مجد الدين الشيرني، كانت البارحة عملت زيارة لبيجا معناتها لولاية بيجا، وزارت المنشآت الرياضية الموجودة في البلاصة. برشا نقايص لقاتهم وبرشا حاجات يمكن نخليه، وبرشا ناس يتفاعلوا مع الكلام اللي كانت حكيته. 221 ألف تفاعل مع زيارة السيدة مجد الدين الشيرني لولاية بيجا. في المرتبة الثالثة يجي بعضهم فوزي البنزرتي، فوزي البنزرتي اللي ولا المدرب نتاع الوداد البيضاوي. وفوزي بنزرتي علاش ما تذكروه برشا؟ لانه يشجع في اليد العامله التونسيه. اي اصر انه بصح الكونترات وحكاو على المنح نتاعو واش باش ياخذ كل شيء، اما اصر انه باش يلزم معاه بريباراتور فيزيك معناتها المعدل البدني باش يكون تونسي، واصر انه باش يحط على الليسته نتاع الانتدابات لاعب تونسي اللي علينا بذكر اسمه اللي هو محمد علي منصر نورمالمون. علينا بذكر اسمه. ما هو خاطر مازالت الحكايه ما يصير لحد الان، مشيش نحرقوها معناتها. في الترتيب تويكا اكثر الكلمات اللي مشاو معاهم التوانسه ولا حكاو عليهم بالنسبه لاخر 24 ساعه. كلمه السولد. السولد اللي هو معناتها تقريبا برشا توانسه وجات في ظرفيه صعيبه نوعا ما، ونعرفوا انتوا معناتها في وسط الشهر لوفان معناتها مش الناس الكل خلصت لوفان، ورغم ذلك معناتها برشا ناس اقبال كبير ياسر، ورغم الادارات العموميه يمكن لوفان الادارات العموميه بعض الادارات مش الكل خاطر فما ادارات معناتها يخلصوا مؤخر شويه. برشا معناتها لسان حالهم يقول سولد باي حال عدت يا سولد، لانه ما عندهمش الفلوس معناتها باش نجموا ياخذوا، ولا يحبوا يراو وقتها يحبوا يشوفوه ما عادش خالتين، لانه نعرفوا معناتها الغلاء وكل شيء. اما والله نعمل دوره صغيره معناها الحركه اللي شفتها، فما ناس تشري كمان، فما صف وفما ناس تشري. اي لانه فما ناس بدات تقرا حسابها، فما ناس بدات تدخل لها العاده نتاع السولد وتعرف الموعد نتاعو، فتحضر روحها تخبي تفتوفه، تحضر حتى شيك كان لزم، معناها كل واحد وطريقته في التعامل مع الموسم هذا. تتسلف كل شيء معناتها. اي اي بعد نخرجوا احنا سوغ تيغان نشوفوا مع ياسين شنو الناس كيفاش تتعامل مع الموسم هذا، ما فما ناس نتصور تقرا حسابها وتبرمج. السولد في مواجهه الفريق معناتها. فوالا مواجهه الفريق، لانه الحكايه ماهيش سهله معناتها، فما منافسه كبيره. ما لهنا حبيت علاش تركيز على كلمه السولد؟ لانه فما بعض الممارسات اللي قاعدين نراو فيها، الممارسات هذه عملوهم بعض الماركات التجاريه الكبيره. معناتها نزه المنتوج التونسي ونزه كل شيء معناتها. هذه نتمنى تكون ممارسات معزوله، ولو انك تتكرر من برشا ماركات معناتها عالميه. تلقاهم كما هكا تلقى السولد تشوف في الاتيكاج، تلقى السوم الصحيح مفسخ وتحته سوم اخر. معناتها السوم اللي هو افيشي مش هذاك السوم الصحيح. معناها مثلا القطعة كانت ب 10000، يجي يحط لك اللي هي كانت ب 20000 ويرديك ب 10000، معناها في الاخر ما عملش سولد وخلى نفس السوق. افكتيفمون معناتها هذه قلت ثقة برشا توانسة، وكان البارح تفاعلوا مع التصاور هذايا، واستناوا الرد نتاع وزارة التجارة، استناوا المصالح المعنية نتاع وزارة التجارة باش نجم تقول لنا هل الحكاية صحيحة ولا لا. ما نحبوش نقولوا مثلا راهو ممارسات معناتها نعموها على الناس الكل، فما ممارسة مش ما فماش مادام معناتها مش تصويرة ولا اثنين ديجا قاعدين نعديو فيهم تصاور، فما ثلاثة ولا أربعة إذا كان مش برشا تصاور معناتها نتاع ماركات كبيرة. فلذا معناتها التوانسه فقدوا معناتها نوعا ما، نقول التوانسه اللي على الويب معناتها ما نحبش نقول الكل فقدوا بعض نوعا ما من الثقه في الشيء هذا. نجيو لحاجه اخرى، ممكن تحكيت الاسبوع الفارط حكينا على جريده رئاسه الحكومه في موضوع نتاع البيروقراطيه الاداريه اللي يحاولوا ينقصوا من الاجراءات الاداريه. لهنا نشوفوا صوره يظهر لي معناتها توضح برشا حاجات. الصف على اداره السجل التجاري، السجل التجاري اللي هو بالطبيعه يحل بين الكل، اللي يحب يستثمر، اللي يحب يحل مؤسسه، اللي يحب يعمل كل شيء. شوف الصف تاع العباد تفهم اللي بالحق فما مشكله كبيره ياسر في حكايه الادارات معناتها. باهي القرارات اما باهي انها تدفع، وهذا باعتراف راهو من مسؤولي الدوله اليوم، وزراء اذا كان يقول لك راهو البيروقراطيه الاداريه هي اللي قاعده تعطل ممكن بعض المشاريع والا البعث في القطاع الخاص، يقول لك نعترفوا اليوم مازالت عندنا بيروقراطيه اداريه ومازالت عندنا تعطيلات على مستوى الاداره هي اللي تحول، دون انه الشباب اليوم ينجم يقدم دي بروجي والا ينفع حتى انه باش يعمل ولا يستثمر في القطاع الخاص. احنا هوني كان نحكيو على شباب ونحكيو على توانسه، فما بالك اذا كان
وين نحكيوا على اجانب ونحبوا نشجعوا المستثمرين انهم يجيوا لتونس، واحنا نعرفوا مشكله الاوراق واللي بروسيدور قداش طويل ومعقدين، وساعات تجيب ورقه يزيد يفكرك في ورقه اخرى وتقعد تستنى شهر. معناها هذه الامور كلها ماذا بينا لو كان تكون ثم ليجان مختصه، انت عندك مشروع تمشي واللجنه هذيك تتكفل انها تطبع الاوراق وتحضر لك الدوسي وتاخذ لك موعد وتسهل الامور كلها. هكاك نجموا نضمنوا انه فما توانسه يمشيوا للاستثمار الخاص، فما شباب ينجموا يعملوا الخطوه الصعيبه هذه لانه مش سهل خاطر فما برشا ريسك فيها، وكيف كيف نجموا نشجعوا برشا اجانب انهم يجيوا يستثمروا في تونس ونسهلوا لهم، لانه في الاخر هما صحيح رابحين لكن احنا زاده باش نربحوا منها الحكايه. اكيد. واحنا نحبوا تونس تكون معناتها مركز عالمي لحكايه لي ستارت اب، معناتها ستارت اب اللي هو معناتها مشروع مؤسسه تتعمل فيسا معناتها وما تطلبش برشا اوراق. وكانت حكايه قبيله على حكايه البي اف او مالك، يظهر لي في برشا معناتها نعرف برشا حالات انهم خذوا البي اف او نتاعهم كان هو ستارت اب نتاعهم. البي اف او كان المؤسسه اللي بداوا به. فلذا الناس تاخذوه بكل جديه المشروع التخرج، لان مشروع التخرج مش جوست باش تاخذ عليه نوت، لا ينجم يكون مشروعك وتنجم تبدا تحل جوانحك من غاديك. صحيح. باش نمشيو توا عالميين، باش تعدي نيويورك تويكا باش نحكيو على ماجازان في نيويورك عملت الأوفر هذايا حتى في شاج بالكبير. انت كان تستحق كابوت تنجم تهز كابوت من اللي موجود لهنا. وكان انت تحب تعاون خلي كابوت في بلاصه في البلاصه هذه. الصوره معناتها مزيانه تكررت قبل، اما انا حبيت علاش عديت الصوره هذه بالذات، لانه باهي كي نحكيو على الحاجات الباهي لبرا، اما باهي كي نحكيو على حاجات تصير في تونس زاد، لانه الحاجه هذه صارت في تونس وصار في المستير بالذات. عملوا جاو الكباب تحطوهم على عروس موجودين مثلا في المدينه العتيقه في المستير، وحطوا تصويره نتاع الكابوت وتحتوا اي انسان يسحق كابوت يهز ويمشي على روحه. واي انسان يحب يعاون يخلي كابوت يربطوا على العرسه ويخليه غاديك باش نجم انسان يبدا مستحق ولا متشرد ولا معناتها ناقص ولا بردين ولا ما نجمش يشري نجم ياخو. يظهر لي صوره مزيانه. من عندنا نحن من تونس ما نقولوش كان عند الغرب. اي نعم. ثم بالحق ثم تجارب في الهي. على برشا حالات وتوانسه يحبوا معناتها يعاونوا، والبذره هذيك نتاع التونسي اللي يحب يعاون غيره واللي وقت اللي تستحقه تلقاه راهي موجوده عند اي تونسي. صحيح. تبقى ساعاتك اللي احنا نركزوا على بعض الحاجات الخايبه وكذا، لا فما الباهي. موجود موجود. في انه تدخل ساعات في بعض الصفحات على مواقع التواصل تلقى مثلا يقول لك فلان راه وضعيته هكا وهكا وهكا ومستحق انه فلوس والا طبيب والا دواء، فتلقى مئات معناها لي كومنتير اعطيني رقمه وين نلقاها كيفاش شنو الدواء بالضبط. معناها هذا يوريك يعطيك فكره صغيره انه رانا في تونس، يكفي انه تلقى انسان محتاج حتى كان انت ظروفك قد تكون وقتها ما تسمحش، امام الضعف نصنع قوه ومع بعضنا نلقاو الحل ديما. هو ما تنساش انت في الحاجه هذه ناكد لك معناتها لهنا، وهو حتى ما فما شكون تفرج فيه يستحيل انه تونسي يبدا مستحق باش يعمل قهوه يدخل قهوه من القهوه يقول له ما اعطيكش. يستحيل يبدا جيعان يحب يمشي ريستورون ويدخل يقول له اعطيني ناكل ويقول له تونسي لا ما اعطيكش. معناتها راهي موجوده الحاجه هذه، وتونسي هذا هو اللي نحبوا نركزوا عليه. صحيح. باهي وانت تحكي لنا على الكبابت والبرد، احنا هيك نشوفوا برشا ريح في الويكاند تعدى، الطقس يظهر مزيان الحقيقه لكن الريح كانت قويه برشا. محرز صباح النور مره اخرى. صباح النور. احنا نحكيوا على موجه البرد والريح، وقول لنا ساعه موجه الريح هذه باش تتواصل احوال الطقس في الايامات الجايه. ان شاء الله. هو اللي يميز الوضع الجوي كما كنت تحكي انت ريح قويه، ريح سرعتها تجاوزت 80 كيلومتر في الساعه في المناطق الساحليه حتى في المرتفعات، وتاثيراتها كانت حتى في الساعات الاولى للنهار. هذا اللي لازم نشوفوه من خلال الصور اللي تم التقاطها صباحا في مقر التلفزه التونسيه، نشوفوا بعضنا تاثيرات رياح، وما زالت متواصله، ما زالت متواصله حتى الغدوه العشيه ان شاء الله باش تقلص فعاليه الرياح بدايه من نهار الثلاثاء العشيه، والتقلص هذا يكون ملموس اكثر ان شاء الله نهار الاربعاء تقريبا. الرياح نهار الاربعاء نتوقع باش تكون ضعيفه الى معتدله على كامل البلاد. شنو سبب الرياح القويه هذه؟ هو نشاط منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة. وفي الإطار هذا معلومة اليوم هي تهم المراكز الحركية في الغلاف الجوي. فما نوعين من المراكز، فما المرتفعات الجوية والمنخفضات الجوية. أما باش نفهموا شنو المرتفع وشنو المنخفض لازم نفهموا شنو الضغط الجوي. فما تجربة اللي احنا قريناها في المكتب، التجربة نتاع الكاس المعبي بالماء ونحطه فوق منه ورقه هكا ومن بعد جربناها في الكواليس، احنا تجربه كانت ناجحه. خايف من الريسك محرز؟ ما ظروف مباشر. ناخذوا الورقه، مانيش باش نجربها سيده المخرجه باش ما نعملوش شويه فوضى في الواحده، ما ناخذوا ورقه ونحطوها على كاس الماء هكا. اي ومن بعد نزلوا عليها هوني نقلبوه تو دانكو. اي مانيش باش نقلبها. ومن بعد الورقه كيف الورقه ما تهبطش الورقه وتقعد الماء الفوق والورقه اللوطه. الورقه والماء مش باش ياخذوا القانون الجاذبيه. علاش؟ على خاطر فما قوة الضغط الجوي اللي هي كي فورس كونترير للجاذبية اللي هي تدز الورقة ما تخليهاش تهبط. الضغط الجوي يتقاس بالبارومتر، وهي معلومة شديدة الأهمية. الطيارات مثلا كي يبداو هابطين قبل ما كانش فما التيمتر اللي هو يعطيهم قداش الارتفاع بالضبط، فياخذوا معلومة
الضغط الجوي. المنخفضات الجوية هي تمتاز بضغط جوي أقل من 1015 هكتو باسكال، والمرتفعات أكثر. في النصف الشمالي الكرة الأرضية درجة الدوران نتاع الرياح هو عكس عقارب الساعة، والمرتفعات هو في اتجاه عقارب الساعة، وقد ما تنخفض المنخفضات هذه قد ما تقوى حادة الرياح. إن شاء الله المركز هذايا ممكن اللي يعمل باميلو في نهاية الأسبوع إن شاء الله باش يتنقل بصفة تدريجية بداية من غدوة العشية، هذاك علاش باش نعرفوا ثقل فعالية الرياح ابتداء من غدوة العشية، من غدوة العشية إن شاء الله باش ينقص الرياح. فاتن باش نفهموا أكثر الموضوع نورمالمون نعودوا نطبقوا معناها في نجم نعطيك الكاس وطبقها توا كان نجم يجربها حسام يبدا اقعد كل واحد يعدي الكرة الأخرى محرز هو اللي فاهم الحكاية معلومة بالكدا معناها بالسادة المشاهدين يصدقوا الكلام اللي قلته محرز على التجربة هذه. جربوها في دياركم، خذوا كاس ماء حطوا فوق ورقة وقلبوه هو نورمالمون كما قال لنا محرز بقانون كيفاش الجاذبية ما يتقلبش معناها الكاس ما يتقلبش تقعد الماء تفوت والورقة شادة ريتها ناجحة قدامك ريتها صحيح جربها هو قبيلة وريتها جربوها أنتم زاد فسروها للصغيرات وعاودوا له السيكونس هذه تلقاوها موجودة على اليوتيوب على الباج نتاع التلفزة تلقاوها موجودة سيكونس خليوا محرز يفسر للصغيرات كيفاش قانون الجاذبية وكيفاش الماء ما يتبزعش كيفاش الماء ما يتبزعش اكزاكتومون. اليوم سينو درجات حرارة باش توصل تقريبا في نفس المستويات اللي هي أرقام مقبولة. اليوم نتوقعوا 18 في بنزرت، نتوقعوا 19 في تونس، في نابل، في زغوان 18، في جندوبة، في سليانة 17، في الكيف، في باجة، في مناطق الوسط في حدود 17 اليوم، في القصرين نتوقع 21، في سوسة، في المنستير، سيدي بوزيد 22، بالقيروان نتوقع اليوم 20، بالمهدية على الأرقام ممكن في صفاقس 23 درجة، 20 بتوزر، 18 في تطاوين و19 في بقية مناطق الجنوب ولاية قفصة، بالنسبة للقبلي حتى قابس ومدنين، وردوا بالهم وخينا البحارة البحر يكون هائج إلى شديد الهيجان بسواحلنا الشمالية حتى خليج حمامات جهة الساحل وشديد الاضطراب إلى هائج بالنسبة لمنطقتي الشاب وخليج قابس وصولا لشواطئ جرجيس وبن قردان. وكما قلت نردوا بالنا من شدة الرياح إن شاء الله باش تنقص بداية من غدوة العشية وربي يعطينا قد منطيق وإن شاء الله كنا يعطينا ربي بلوط إن شاء الله. إن شاء الله ديما لاباس. احنا وصلنا لآخر فقرة نتاع اليوم يعطيكم الصحة، نتقابلوا إن شاء الله غدوة كما العادة الأكتواليتي. نقترح عليكم أنه نبداو بالموزيكا، نمشيو لصابر الرباعي يغني لنا سيدي منصور، لكن بعد شوية نستدعاكم أنه تشوفوا معنا شابة تونسية. احنا كنا نحكيو على الانتساب الخاص وكيفاش الإنسان ينجم يعمل مبادرة ويكون ناجح فيها. بعد شوية باش تجي بحضرنا حنان مريحي، هي شابة تونسية عملت مشروع، عملت تكوين وعملت مشروع ناجحة فيه، موجودة في ذهيبة، لكن تجي بحضرنا لتونس سعداء جدا أنه نستقبلوها ونتحدثوا عليها على تجربتها في صناعة الأحذية بعد صابر الرباعي وسيدي منصور ثم نرجع.
معنا معكم مكملين معكم في المباشره. تلتحق بنا حنان اللي موجود حدانا هنا في البلاتو. حنان مريحي هي تونسيه اختارت انها تنتصب للحساب الخاص، تعمل مشروع بعد ما خذيت تكوين. هي في الاصل كما قلنا موجوده واصلي لتذهيب، لكن موجوده حاليا في تونس. صباح النور حنان، مرحبا بك. صباح النور، مرحبا بكم. مرحبا، يعيشك. قلنا باش نتحدثوا على صناعه الاحذيه، هذا هو المشروع اللي انت اخترته واللي بديت به حياتك، ونتمنى انه ان شاء الله يكون يا ربي اختيار صائب وناجح. هات نبداو اول حكايه، علاش صناعه الاحذيه؟ كيفاش بدات حكايه الغرام هذيا؟ وكيفاش وين عملت التكوين؟ والله صناعه الاحذيه هي غرام من اللي انا صغيره، كان تبدا الناس متعدي من بحذايا نبدا نشوف لساقيهم وكل شيء. نقول نتمنى نخدم كما اللي خادم الصباط هذا، نتمنى نخدم كيفه. قريت، ما وصلتش قرايتي خاطر عندي في العائله شكون متخرج وماهوش قاعد يخدم. كي جتني فكره التكوين وجونا غادي لي ليسي يعرفوا بينا، يعرفوا فينا بالتكوين وكل شيء، وافاق التكوين والمجالات اللي تسمح لنا كي نقراوا باش نكملوا فيها. حبيت الفكره وقلت نبطل القرايه ونمشي نقرا. هي قرايه كلها. قلت نبطل قرايتي ونمشي نعمل فورماسيون ونشد اختصاص باهي وكل شيء ونخدم على روحي. وقت اللي مشيت الرسم جيت نسال في القايمه في السنتر، قلت لها اعطيني معناها الاختصاصات الموجوده. قلت نقرا نلقى الشوسير واني غرامي معناها سباب ديريكت انقضيت على الفرصه. وقت اللي رسمت قلت لي راهو الاكثريه اولاد، قلت لها اني نحب نقرا معاهم. قريت بنيه مع ثمانيه اولاد. بالحق الاكثريه اولاد. ثمانيه اولاد واني بنيه. قريت معاهم. ضحيت. هو مجال فيه برشا ذوق وبرشا فينا وبرشا هكا، معناها من المفروض حتى البنات يمشيوا له. ضحيت عامين، عملت عامين في تطاوين في مركز التكوين والتدريب المهني بحي المهرجان تطاوين. قريت عامين مع ثمانيه اولاد. تحملت معناها كل شيء عادي، ما قلقنيش. صعيبة انك تكون طفلة في وسط ثمانية ولاد. صعيبة تكون بنية في جروب نتاع ولاد. تحملت كل شيء ما قلقنيش، خاطر الفورماسيون المجال كي دخلت على غرام. حب. كي كملت قرايتي فما ونجحت وجيت من الأوائل، كملت في مقرين لهنا في تونس. كي نجحت وجيت الأولى كمل، حبيت معناها نختصر ما نكملش البي تي اس، نمشي نحل بروجي العامين وستة شهور اللي باش نضيعهم قرايه، وقلت نختصرهم ونعمل بروجي. خاطر بما اني عندي الحق معناها البنك تقبل لنا الشهيد نتاعنا وتمولنا. حبيت نعمل بروجي. باهي توا نجيو للمرحله الصحيح، البنك تقبل هذايا في المبدا، لكن كي مشيت للبنك كان فما صعوبات والا لا؟ فما صعوبات بصفه غريبه بالحق. عديت عام كامل تجري على الاوراق. نجري على الاوراق باش تحصلت على البروجي. البنك رفضت لي اول مره، رفضت لي كبعد المسافة وكمنطقة معناها ما زالت ماهيش منطقة، ما هما قالوا لي منطقة معزولة. هي كلمة معزولة تغيب شوية، توجعني شوية كلمة منطقة معزولة، خاطر منطقة معزولة عندها اتجاه واحد واني غاضتني وكل شيء. كي رفضوا لي في تطاوين جيت لسياج لتونس، خذيت الموافقة من تونس. ومن بعد رجعت غادي الحق ديماريت في البروجي نتاعي بعد صعوبات، اعطوني الموافقة وماتريال اللي شريته لي البنك دخل لي لتونس بعد ستة شهور. انا بديت نرجع في القرض نتاعي وماتريالي مازال ما وصلنيش. واضح. رجعت ثلاثة شهور القرض والماتريال مازال ما وصلنيش. كيفاش عملت؟ منين جبت فلوس؟ وقت مع خاطر هم اعطوني فوندرمون. داكور. وقت اللي وصلني الماتريال ديماريت. وانت علاش رغم اللي قالوا لك انه ذهيبه صعيبه الخدمه فيها وما فيهاش افاق، وكما قالوا لك هما بين ظفرين معزوله، لانه مش صحيح معناها فما بالعكس غادي نساو فما افاق اكثر، لانه هوني فما برشا منافسه وغادي قد يكون انت وحدك والا فما واحد والا اثنين معاك. علاش ما فكرتش انك تخرج من ذهيبه؟ علاش ما تجيش لتونس العاصمه، تمشي للساحل، تمشي المنطقه قد يكون اقتصاديا بالنسبه لهم هما فيها اكثر خدمه؟ انا فكرت التفكير نتاع شباب تو. المنطقة ما فيهاش معناها موارد رزق. حبيت نهز من شباب وبنات تذهيبة ونعلمهم الصنعة ويولوا هما يخدموا وموا يلقوا مورد رزق. خاطر ذهيبة ما عندنا حد شيء نخدمه فيه. صحيح. إذا كان أنت تتخلى وغيرك يتخلى ما يقعد فيها حد. يعطيك الصح. حبيت نضحي. صحيح باش نضحي سنوات فشل. خاطرني باش نبقى نعلم في الناس واني ندفع لها. باش نعد نضيع سنوات فشل، اربع خمس سنين في الفشل. من بعد كي يتعلموا هما الصنعه هما باش يهزوني ويهزوا رواحهم ويهزوا البلاد الكل. توا نخدم في 22 خدام. توا نخدم 22 خدام في المستقبل عامين ثلاثه سنين اخرين يولوا حتى اكثر. وبشويه بشويه تخف علينا البطاله وتولي المعتمديه كلها ناجحه ونولوا كل فرحانين. نحييك بالحق حنين على الفكره هذه، وباش نرجعوا نحكيوا باكثر تفاصيل على الخدمه نتاعك. كنت جبت لنا شويه هكا دي موديل. عندك سولد؟
عامله سلد. عندي سلد. باهي احنا باش نمشيو لياسين اللي موجود معنا في ربط مباشر نتحدثوا على موسم التخفيضات الشتوي، كما كنا حكينا قبيله شويه مع ملاك حسام ومحرز انه التخفيضات بدات والناس فما ناس تقرا حسابها، فما ناس تستغل الفرصه هذه انها تقضي قضيه العام الكل بالنسبه للحوايج والصبابط والامور هذيا. ياسين موجوده على عين المكان، صباح النور ياسين. صباح النور فاتن، صباح الخير لكل مشاهدي الوطنية الأولى. بالفعل كما كنت تحكي فاتن، موسم سولد الشتوي انطلق نهار السبت، اليوم نهار الثالث نتاع السولد، باش يكون على امتداد ستة أسابيع ستة جمعات. التونسي باش يحاول يخرج يشوف فيهم لي زارتيكل مقمرهم يحب ياخوهم ربما بأسوام رخيصة شوية. السولد هذايا بدا فاتن كما تعرف على أكثر من 400 محل تجاري في تونس، احنا اليوم تحديدا في سكرة في أحد المحلات التجاريه حابين نعملوا دور على الاسوام لهنا على لي زارتيكل اللي فيهم سولد. دونك نشوفوا صاحب المدير بلوتو مدير المؤسسه المغازان هذه. دونك سيرامي صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير، مرحبا. سيرامي بحاولوا نحكيوا اليوم على لي زارتيكل مهبطين فيهم سولد مثلا لهنا، شنو هو الاسوام معناتها بارابور قبل وتوا؟ هل انه فما سولد الرسمي معناتها اسوام معقوله للمواطنين خاصة تعرف الكريز الموجودة توا؟ التونسي اللي ينجم يشري اليوم لي زارتيكل والسولد اللي عاملينه في المخازن تاعكم؟ بيان سور، كما تشوفوا فما تخفيضات من 20% حتى 50%. شوفوا في كل ارتيكل نسبة التخفيض اللي فيه، فما ارتيكل فيها 20%، فما ارتيكل فيه 50%، فما ارتيكل فيه 30%، فما ارتيكل نبداو معناها نوفيل كوليكسيون معناها جدد ما يتيحوش اسوامهم، خاطر نتاع الكوليكسيون هذه نتاع الربيع. لهنا مشكل ربما فاتن كان معايا، فما مشكل ديما في لي سولد موجوده لي نوفيل كوليكسيون هذوما، معناتها انت تبدا مقمر حاجه قبل السولد ترجع تقول لك لا هذه راهي نوفيل كوليكسيون، دونك ثم يقعد كما هو. عندكم هذاكم يسميهم لي بازيك، فما ديزارتيكل بازيك نخدموهم صيف وشتاء ولا يخدموهم في الربيع وفي الشتاء، هذاكم ما يتيحوش. كما تشوف مثلا الارتيكل هذاك غادي كما هذه اللي عندي انا 35.990، هذاك يخدموا به الشتاء ويخدموا به في الصيف في الربيع، دونك ما يتيحش سومو يخدموا به عام كامل. بار كونتر لي زارتيكل الكل كتشوف حتى لي زافيش نتاع السول كل 50 و 30 و 20%، فهمت؟ بالنسبه زاد فات نحب نشير لحاجه اخرى، انه السولد هذا معناتها كان بريفو لو 1 فيفري، دونك اليوم بدا لو 20، معناتها تقدم شويه معناتها مع بالاتفاق هذا كان مع الهياكل المنظمه للقطاع وللسولد تحديدا. تم تقديم موعد السولد هذايا. حابين نسالوا رامي ربما يجاوبنا على السؤال هذايا، هل انه التقديم نتاع السولد هذايا رامي نجم ياثر اليوم؟ نعرفوا التونسي انه التونسي برمج اليوم ميزانيته يكون معناتها هذيك كل حاجه في بلاصتها، معناتها التقديم هذا ينجم معناتها يمشي مع التونسي اليوم ولا لا؟ انا نجم نقول لك لا، خاطر حتى التقديم هذا ما كانش بري، معناها صارت فجاه، معناها حتى احنا ما في بالناش بها، خاطر التونسي كما تقول الاكثريه شهاره يستنوا في شهرية، تعرف الشهريات معناها يبداوا يصبوهم من ابارتي من لو 20. كيف جات مع السومان بلوكي، فهمت؟ معناها حتى احنا ما الأكثرية التجار ما حضروش للسولد في بالهم لو بريمير، جاتنا معناها بالنسبة للإقبال رامي توا ثلاثة أيام احنا بنهار السبت لليوم، شنو هو الإقبال؟ الحمد لله لو 20 جا مقابل الويكاند سبت واحد، الحمد لله بالنسبة لنا احنا حماد عبيد هنا معناها في المغازة هذه الحمد لله فما إقبال باهي سبت وحتى الثاني نهار زاد الحمد لله كيف. شكرا فاتن. دونك حابين نشوفوا زاد راي مواطنين لهنا قاعدين يقضيوا، لو تسمح فاتن نشوفوا راي بعض المواطنين في السولد لي زارتيكل. ماذا بيك وراك ما يكونش فما بانو نتاع بيبليسيتي لاسم الماركه حتى نتفاداو ولا الاشهار، والا مرحبا بهم كان يحبوا يدخلوا معنا سبونسور ان شاء الله، علاش لا فاتن. دونك نحاولوا كما قلت لك نسهلوا عدد من المواطنين اللي قاعدين يقضيوا لهنا في السولد. صباح الخير مدام، اهلا وسهلا ومرحبا، على السلامه. صباح الخير. في المباشر على الوطنيه الاولى نحكيوا على السولد اليوم، التونسي والسولد مدام قصه كبيره وقصه معناتها حاجه هايله برشا. هل انه السولد اليوم صحيح فما سولد ولا خاطر فما تونسي يقول لك لا ما فماش سولد الاسوام تقعد هي بيدها؟ انت جيت اليوم باش تشري، شنو رايك؟ والله شو باش نقول لك، يعني ديما نعمل دوره ونشوف نحس في تونس ما فماش سولد.
يعني نحس كي نعمل دورة يقولوا سولت هو مش سولت، ما عمرنا ما نوصلوا في المرحلة متاع كما مثلا في الخارج تطلع الفوق يهبط اللوطة السولت. احنا لنا لا ديما نقمر مثلا نشوف موديل نعين معين هيك معناها سو نجي نشوف نلقى ما فماش فرق كبير برشا، فهمت؟ دونك المشكل ديما لي نوفيل كوليكسيون وصل لك واضح ياسين. تونس شكرا لك ياسين. دونك هذا هو فاتن، ما حبيناش نطولوا برشا خاطر القبال ماك تعرف مازال صباح، دونك ما فماش برشا عباد الحقيقه في المجازان يجيو يقضيوا اليوم، دونك ان شاء الله في فرصه اخرى نشوفوا الموضوع اخر. شكرا. ومن الفريبا هكا مشينا طول الملابس باقي في نفس الحكايه. شوف كل واحد على طريقته، كل واحد وامكانياته. شكرا لك ياسين فغالي كان معنا في رابط مباشر. كما قلنا نتحطوا على السوليد، هو من المفروض يبدا مع بدايه الشهر، تم تقديمه اليوم قداش؟ اليوم 20. فما حتى بعض المحلات اللي بدات قبل بشويه لانه فما برشا حديث على انه ما فماش خدمه، ما فماش برشا بيوع، هذاك علاش تم تقديم السوليد. احنا نتمنوا بالتوفيق للناس الكل، اعملوا سوليد باهي، خفضوا في الاسعار، راعيوا انه فما ازمه اقتصاديه عند التونسي وبرشا مصاريف وبرشا التزامات عند العائلات، وان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه في الاخر. نرجعوا معاك حنان، قلنا انت موجوده في ذهيبه في الوقت الحالي معك 22 يخدموا معاك في المشروع هذايا، اعطيني الاقبال معناها انك تجيب حاجه جديده اسم مازال ماهوش معروف، تدخل في سوق موجود فيه معناها برشا محلات وبرشا ناس تبيع وكل واحد منين يجيب، فما يجيب من تونس فما يجيب من خارج تونس، كيفاش عملت الكليونات نتاعك وهل فما ناس تقبل على حاجه جديده ما تعرفهاش وتاخذ معاك الرهان هذايا نتاع انه تونسي يفرض روحه في السوق؟ باهي انا مازلت جديده في الدومين. الماركه عامله ماركه خاصه بي انا حنان مراحي، عملتها هاش ام شوز، انا باش ما نبقوش في الماركه العالميه، عملتها هاش ام شوز. وقت اللي دخلت للسوق معناها ما دخلتش بقوه على خاطر ما زلت صغيره، ما زلت جديده وما زلت صغيره في الدومين، خاطر اللي داخلين قبلي في الدومين ما شاء الله معناها عندهم كارير في الدومين. انا يعني ما زلت صغيره، ما زلت نمشي نشوف المارشي شنو اللي يمشي شنو اللي ما يمشيش، شنو اللي فما جديد شنو ما فماش، باش انا في الارتيكلوات نتاعي نعمل حاجه معناها تحفونه، خلي الكليون وقت اللي يدخل باش يشري حاجه من عند الجورسيستي معناها من عند البوتيك ولا حاجه تلفت له نظره. نحب حاجه معناها مزيانه ونحب ديما الفينيسيون تكون مزيانه، خاطر كي تبدا الفينيسيون نتاع نتاع الموديل مزيانه زاد الكليون تجلب له انظره، وقبل الكليون الفورنيسير تجلب له انظره قبل، خاطر هو تولي عنده اقبال ويقول لك معناها هذه الفينيسيون نتاعها طياره والماركه نتاع والموديل نتاعها طياره وكل شيء، نولي نتعامل معاها هي، وحتى كان بازيد ولا حاجه نتعامل معاها هي ونربحها هي خير من اللي نربح موديلات ماهيش باشيه في السوق. انت ماشيه اكثر في حاجات مودرن والا ماشي اكثر في حاجات تقليديه؟ انا خدمت التقليدي وخدمت المودرن. التقليدي نخدم فيه سيزيون معناها مش ديما، اما المودرن نخدم فيه على طول العام. التقليدي كيما اللي لبسته توا اي حلو خدمتهم. عملت بهم معرض في الكرم عمناول، عملت بهم سنه معرض في قرطاج ارتيكادو. الحق ملي افتتحت معناها البروجي نتاعي حضرت زوز معارض كبار، معرض الكرم. ما ندمتش اللي اخترت انك تعمل مشروع وما تلوش على خدمه وظيفه عموميه ومصر في حيط؟ صارت لي مشاكل وكل شيء، خاطر انا انسانه طموحه وعندي احلام ونحب نحقق احلامي وانسانه متعلقه بطموحها، خاطر الوظيفه العموميه ما نصورش كان باش تلبي لي رغباتي في الطموح نتاعي. والبروجيكت والدومين هذا كي دخلت له على غرام، معناها حاجه كي نبدا نخدم فيها في الاتليه غادي نخدم فيها بغرام، نبدا عامله عليها بونكيف وكل شيء. بالعكس معناها هي تفتح لي افاق ليا والبرشا ناسات معايا، معناها مشكل ليا. لي جون اللي قاعدين يتفرجوا فيك اليوم قد يكون اليوم هو بطال قاعد يشرب في قهوه ويقول معناها هي قد تكون لقات الظروف، معناها لقات شكون عاونها، شو تقول له اليوم اللي قاعد يستنى في انه تفت هكا يحلوا له باب الانتدابات في الوظيفه العموميه، اللي قاعد يستنى في شكون يجيب له خدمه ديريكتومون يدخل مترسم وشهريه باهيه، شنو تقول للناس هذي؟ بالعكس ما نخليهمش يستنوا الوظيفه العموميه على خاطر الوظيفه العموميه ما زالت تعطل شوي، ننصحهم اللي عنده صنعه في اليد وعنده شهادته ابار الشهاده، تبدا عندك شهاده في دومين ولكن ما عندكش الصنعه، قريت ولكن ما تعلمتش الصنعه بالكدا، تبدا عنده صنعه في اليد راهي مستحيل البنك باللي باش تعطلك شويه مستحيل باش ترفض لك البروجي، خاطر انت باش تقنعها. خاطر انت وقناعتك مع البنك، اذا كانك وصلت قناعتها راك البروجي بتاعك باش تهزه.
وراك باش تحقق امالك وامال برشا ناس معاك. معناها مش كان انت باش تطلع وتنجح، برشا ناس معاك باش تطلع وتنجح، اللي يخدموا معايا خاطر هما اللي هما اللي مسانديني، هما اللي باش يطلعوا معايا، كي نطلعني يطلعوا هما، كي نتيحاني يتيحوا هما. احنا كالبيبي اللي يحبوا، ما زلنا جدد، ما زلت كي كالبيبي اللي يحبوا يحب يمشي. نوقف ونطيح ما يسالش، ما لازم شكون يشد لك يدك، ما يقلقنيش في البدايه، نوقف ونطيح وما نخلي حتى حد يشد لي. الدوله كانت مصيدنده معناها الفكره هذه، معناها من خلال البنكه، من خلال ما نعرفش انا اذا كان استحقيت اوراق، اذا كان استحقيت اي حاجه اخرى، معناها تكون فيها الدوله طرف. هل لقيت دعم من نعرفش من الولايه من؟ والله هي حقيقه سيد معتمد نتاع الذهبه وسيد ولي تطاوين شجعوني بالكدي، وسيد الكاتب العام تاع الولايه شجعوني بالكدي، وهم اللي نصحوني تمشي تعمل هكا وتعمل هكا، وشوف الاوراق هذوما تلقاهم في الاداره كذا، والاوراق هذوما تلقاهم في الاداره كذا، وهم اللي نصحوني باش مشيت للودياس عملت لي الدراسه نتاع البروجي نتاعي. انا هم اللي وجهوني لبرشا حاجات وهم اللي ساندوني. في بدايتي ساندوني بالكدي، والى حد الان مازال يساندوا فيا ان شاء الله بالتوفيق. انت اليوم موجوده في ذهبه، هل تخمم انك تخرج شويه تحل نقطه بيع اخرى، تكون موجوده في منطقه اخرى، توزع في مناطق اخرين؟ حلمي باش نحل في منطقه اخرى وباش نوزع في مناطق اخرين، وحلمي باش نحل في كامل تراب الجمهوريه. بالعكس خاطر اني انسانه ما زلت صغيره وما زلت طموحي لقدام. اما اكثر حلم عندي اني ننقذ شباب وبنات ذهبه قبل كل شيء، خاطر هم ما عندهمش افاق للعمل وافاق معناها باش تخليهم ينهضوا رواحهم وكل شيء. ننقذهم هم قبل نكون معناها خيط النفس لهم. بعد نوسع بهم هم، نجم نوسع المجال نتاعي بهم هم اكثر منهم، هم ما نجمش نوسع مجالي، خاطر هم كي ياخذوا مني الخبره وياخذوا كل شيء، وقتها كي نحل فروع في بلايص اخرى نخلي شكون يساندني، خاطر هم اخذوا مني الخبره نخليهم هم يساندوني. واضح. شكرا لك حنان، ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله نشوفك ديما ناجحه. هذه كانت قصه حنان اللي اختارت انها تعمل مشروع، كما قلنا ما تقعدش تستنى شكون يجيب لها خدمه، شكون يلقى لها فرصه عمل في معمل، شكون يجي يعطيها تصمم معناها احذيه في شركة ديجا موجودة. اختارت انها تنتصب بالروحة، تنقذ جهتها، موجودة في ذهبة. انت زادة اللي تتفرج فينا قد تكون موجود في اي منطقة من مناطق تونس، مهما تحس روحك بعيد على عاصمة، ومهما تحس روحك بعيد على يمكن بين ظفرين افاق متاع خدمة، الاكيد انه الخدمة انت اللي تصنعها والافكار متاع المشاريع انت اللي تصنعها حسب الجهة والتكوين والصنعة اللي عندك بين يديك، واكيد الافكار هي اللي تخرج منكم انتوما. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النصف النهار، بعد شوية باش نعطيكم كيفاش نجموا ناكلوا مليح، نتغذيو مليح، ناخذوا الفيتامينات اللازمه حتى نواجهوا موجه البرد ونغذيو بدناتنا وتكون عندنا المناعه حتى نواجهوا موسم الشتاء. هذا الكل باش نتحطوا فيه بعد شويه، لكن نقترح عليكم انه نمشيو مع شويه حركات رياضيه في دارك من غير ما تمشي لسال دو سبور، تنجم بحاجات بسيطه تعمل شويه حركات رياضيه كل مره، نعطيكم افكار تمارسوها في دياركم كما قلنا من غير ما نتنقلوا حتى للسالة ونحطوا برشا فلوس. خليكم معنا راجعين حتى نص نهار ان شاء الله. ميرسي بوكو حنان. صباح الخير ومرحبا بكم، معاكم الكوتش محمد حرر. اللي انت اللي في الدار اللي ما عندكش باش تمشي لسال دو سبور ولا باخر شو سال دو سبور، كلك سوا ام ولا فام، اليوم نحن نعطيكم دي زيكزيرسيس باش تخدم في الدار سيغ ان تابي، وبلاش بلاش ماتريال، بلاش لا برشا حاجات، دي زيكزيرسيس سامبل وواضحين. مرحبا بكم. دونك نبداو فور ان بتي ايشوفمون هنا، اوب sur les deux plats, les talons près des fesses, jambes tendues, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, hop, jambes en haut, légère flexion, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouverture du genou. Les mains entre les jambes et prêt. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On reprend. Voilà. Maintenant, les exercices de gainage. Les mains collées au sol,
30 tendu. Hop. Et on fait 1, 2. Ce sera 30 minutes. Top. 30 secondes, ça va. 30 secondes. 30 secondes, hop. 1, 2, 3, 4. On essaie de rester sans bouger. Top. Toujours le dos plat. Et hop. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. On change. Hop. Ici. Hop. Hop. Sur les coudes, l'exercice de vélo. Jambes tendues et jambes fléchies. Hop, prêt. Top. 1, 2. Point des pieds. Hop. 1. On presse. Baisse. Top. 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 Hop. Pendant 30 secondes. Top. 1. Hop. 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 Toujours jambes fléchies et jambes tendues. Hop. Top. 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 Hop. Position. Jambes tendues. 30 secondes. Sur les coudes. Sur les coudes. Serrez les abdos. Toujours, on serre les abdos. Les jambes tendues. Hop. Voilà, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, هذه حصتنا اليوم وفات. نتقابلوا إن شاء الله غدوة بنفس التوقيت. مرحبا بكم. هذه كانت فقرة الرياضة مش احنا غدوة الجمعة الجاية كوتش نتقابلوا ان شاء الله كل نهار اثنين مع فقرة الرياضة وباش نكملوا ديما في فورم وديما في صحة جيدة نتحدثوا على كيفاش نجموا نختاروا حاجات ناكلوهم ويقويوا المناعة نعرفوا الناس الكل في فترة نتاع الشتاء برشا يمرضوا بالجريب برشا هكا يستبردوا شوية برشا خايفين من الهاش ان ا هذا الكل نجموا نتجاوزوه وقت اللي تكون صحتنا فسحة نتاعنا نعرفوا شنو اللي قاعدين ناكلوا فيه صباح النور دكتورة تحضر معنا في البلاتو سندا بركلا أخصائية التغذية العلاجية نهارك زين مرحبا الوغ سندا في فترة الشتاء برشا ناس يخافوا ولا يمرضوا يخافوا ولا يستبردوا وقت اللي نعرفوا شنو ناكلوا يظهر لي نجموا نتجاوزوا الحكاية هذيا ونبداو عندنا صحة جيدة نجموا نعملوا عليها في موسم الشتاء اللي هو في العادة يكون صعيب شوي. بالضبط بالضبط كل شيء هو تبع الماكلة معناها باش نحافظوا على صحتنا ولا باش نكونوا في فورما معناها نحاولوا نتغلبوا على المرض نتاعنا ماذا بينا ناكلوا مليح باش نقويوا في المناعة نتاعنا باش هكاكا نقاوموا المرض وما فما حتى مشكل من بعد معناها. باهي هات ندخلوا في صلب الموضوع باش نقويوا المناعة نتاعنا وتكون صحتنا جيدة شنو يلزمنا ناكلوا خاصة توا نعرفوا شتاء وقت برشا خضرة ورقية هات شنو اللي يلزم يكون موجود في لي بلان نتاعنا كل يوم شنو اللي الأم يلزم تركز عليه في ماكلتها وماكلة صغارها وعائلتها حتى نضمنوا أنه نكونوا ديما في فورمة إن شاء الله. باهي أول حاجة اللي توا مادام بيريود نتاع الشتاء برشا عبيد يبعدوا على الماء يقول لك انا شتاء ما نشربش برشا ماء وهكيكا تولي يولي بدنه ديزيدغاتي ينقص من الماء والمناعه تولي تطيح دونك اهم حاجه للمناعه يلزمنا نشربوا برشا ماء مش اون كاو طحنا في غريب والا مرضنا ولا حاجه ديزيدغاتاسيون اللي تصيرنا بالسخانه والا كان صارت فوميسمون والا فما دياري هاكا نرجعوا لي بيخت نتاع الماء كيف نقولوا برشا ماء معناها قداش برشا ماء مينيموم اترتين ماء في النهار مينيموم اترتين عليه على خاطر في الشتاء زاده واحد يدفي الدار في الليل كي تسخن برشا البيت نتاعك من غير ما تشعر تصير ديزيدغاتاسيون بدنك وهكاك يلزمك تستحق كونتيتي نتاع ماء ما نقولوش كاين ماء بركه راه ماء وسوائل معناها لي جو لي سوب تي لي تيزان حتى فما خضره زاده فيها كونتيتي نتاع ماء غله كيف دونك ما نركزوش كاين على الماء تنجم تجيبهم حاجات اخرى كان يقلقك الماء اون جينيرال هذا لازمنا نبداو ديما بالماء على خاطر الماء اهم حاجه به ثاني حاجه باش نقويو المناعه نتاعنا فما حاجتين مهمين اللي هما الثوميات موجودين في الثوم والبصل الثوم والبصل ماذا بينا كل يوم
الوجبة متاعنا ما فيها بيس كان نحطوا فيها سنة ثوم وإلا كعيبة بصل ولا حتى شطر كعبة بصل في النهار ما تقلقش منها هذه تطلع لنا المنعة متاع الجسم متاعنا وتسيب لنا اللي ديشي زيدين اللي ما نستحقوهمش في البدن. كيف كيف؟ باش نسألك على الثوم والبصل، هل من المستحسن أنهم يكونوا نيين وإلا طيبين؟ أنا نعرف شكون مثلا يقول لك الثوم الكل منفعة فيقصوا تروف صغار ويبلعوا كيما الحربوشة، في المقابل تلقى شكون يقول لك ليه معناها مطعم وهو ني قلقني، نحطه في الماكلة في آخر مرحلة وقت اللي نطفي الغاز نرحيه ونحطه مع الماكلة. أنا هي اللي أصح، أنا هي اللي نجموا نحافظوا بها على المنافع اللي في الثوم خير، ني وإلا طيب. أي. هو كي تهرس كعبة الثوم ساعات المنافع نتاعها تتنحى معناها الماء نتاعها اللي نستحقوه وكل يمشي دونك تقص كعبة الثوم وترميها هكاك في السوق وبعد تاكلها مش تخليها تصيب كان القو نتاعها من بعد تاكل الكعيبة هذيك والا تاكلها نية اما اذا كان انت باش ترحيها والديشي نتاعها الكل يقعد في وسطها معناها القلب اللي به الفايدة يقعد في الوسط هكاك تولي ناقصة شوية معناها معناها من المستحسن فص الثوم ونقصوه ونحطوه في الثلاجة كان ما عندكش بروبليم غاستريك معناها ما عندكش في مشكلة المعدة. في المعدة وكل تنجم تاكلو الصباح تاكل ولا في القايلة تاكلو ني سينو كان عندك مشكلة في المعدة ماذا بينا طيبوا في الماكلة وكما قلنا تقصوا تروف وترميه في الماكلة يسايب الجو البصل كيف كيف؟ البصل كيف كيف؟ بصل توا نجمو نعملو بيه سلطة ما يقلقش من برشا عبيد يقول لك نقصو سلطة تونسية ولا ني هكاكا نرمي وفما عبيد ما تحملوش تاكلو ني خاطر يسيب ريحة يعمل ريحة في الفم دونك يقول لك مستحسن انا نطيبو في الماكلة خير. الحاجة الثالثة عندنا الفيتامينات باش نقويو المناعة يلزمنا الفيتامينات يكونوا موجودين شنو أهم فيتامين هو فيتامين سي فيتامين سي وين نلقاه موجود الناس الكل تعرف موجود في القوارص اللي هو القارص المدالينا البرقدين الأرانج هذوما الكل نلقاو فيه فيتامين سي كيف كيف موجود في الفريز والكيوي وموجود في الفلفل والطماطم اللي برشا عباد ما في بالهمش اللي راهو الفلفل موجود فيه فيتامين سي دونك اذا كان تعمل سلطه مشويه ديجا جبت اللي تستحقه معناها ما يقلقكش باهي فيتامين سي عليه هو باهي على خاطر يصنع لنا الجنود اللي يدافعوا على البدن لي لانفوسيتي هذوما يصنعوهم ويخليو يدافعونا على البدن نتاعنا دونك في بيريود نتاع الجريب ولا حتى بيريود نتاع الشتاء باش تقي روحك للجريب ماذا بيك كل يوم حتى كعيبتين غله فيها فيتامين سي ولا طماطم فلفل كيما قلنا ما يقلقش شنو هو الحاجه الاخرى الفيتامين دي اللي نستحقوه هو فيتامينات دي توا تقل عليه الكونسوماسيون نتاعو يقل على خاطر 80% 90% منين نجيبوه من الشمس دونك اذا كان انت باش تمشي باش تخرج في الشتاء تقل الخرجه في اللي يقول لك نقعد في الدار خير خاطر فما شتاء وكذا دونك ماذا بينا حتى نصيف ساعه في النهار نمشيو في الشمس نجيبوا المستحقات نتاعنا نتاع فيتامين دي خاطر السانتيز نتاعو تصير بالبو دونك نجيبو نستحقوه والزايد نجيبوه من الماكله شنو هو الماكله اللي فيه بالضبط قلنا خاطر مش ديما فما شمس في الشتاء اي مش ديما فما شمس اما باقي حتى هكا في القايله حتى شويه حتى شويه حتى شويه فما بيس باهي شنو موجود موجود في الحليب موجود في السومون فومي موجود في الفخوي دو مير اون جينيرال موجود زاده في الزبده موجود في لي فروماج نلقاو زاده في اصفر العظمه نلقاو زاده حتى في لي سيريال معناها في القمح الكامل وكل والشمس كما قلنا هي اهم حاجه هي الشمس سورتو سي غراتوي معناها على خاطر معناها فخوي دماغ وسما قد يكون غالي شويه ما تعرف الاسعار توا اي حتى موجود فيه وزيد اون بلوس معناها فيتامين دي يعاوننا حتى باش ترقد مليح علاش على خاطر اذا كان يبدا التوم تاعو طايح تولي عندك ديبريسيون وتولي ما ترقدش مليح في الليل دونك اذا كان جبت البزوان اللي انت تستحقه ترقد مليح وتتنحى لك ديبريسيون وتقي روحك من الامراض ويبعدوا عليك برشا امراض اخرين دونك وكها قد يكون انسان ما يردش باله في الحكايه هذيا معناها ما يخطرش في باله اللي هو ناقص فيتامين دي دونك هذاك علاش مثلا يتقلق برشا في الليل نعرف مشكله هذيا الارق وقله النوم عند برشا عبيد في أي. أي. صحيح بي. كيف كيف ماذا بينا نجيبوا الاوميغا 3 الاوميغا 6 والاوميغا 9 الاوميغا 3 ما كيما برشا عباد يعرفوه هذا موجود في الحوت الازرق التون السردينه والماكرو الاوميغا 6 نلقاوه في الجلجلي نلقاوه في زيت القطانية نلقاوه في زيت عبيد الشمس والاوميغا 9 نلقاوه في زيت الزيتونه ونلقاوه في لي فروي سيك اللي هما البندق الفستق اللوز هذاك الكل نلقاوه فيه
به ما نكثروش من المقلي على خاطر المقلي يتعب لنا المناعه نتاع جسمنا ما يخليش المناعه تزيد وكل ما ناكلوش برشا سكر السكر على خاطر زيد كيف كيف منه اذا كان مرضنا ولا حاجه ينقص لنا من التو نتاع الريسبيراسيون نتاعنا ما يخليكش تتنفس مليح وهكاكا باهي السكر ديما قد ما نقص وديما باهي. باهي السكر دكتوره سنده فما برشا ناس تقول لك مانيش ناكل في حاجه حلوه، مانيش ناكل في جاتو ولا في بسكوي ولا قهوتي ناقصه سكر، لكن في المقابل تلقاه ياكل برشا خبز اللي هو فيه سكر، ياخذ برشا غل اللي هي فيها سكر، معناها برشا عباد ما تردش بالها على السكر اللي ماهوش مباشر، معناها هذا السكر اللي فيه حاجات اخرين. اي هو عندنا زوز انواع من السكر، فما السكر سريع الامتصاص وفما السكر بطيء الامتصاص. السكر السريع هو كيما السكر الابيض اللي نزيدوه في القهوه، كيما الموجود لي جاتو لي بسكوي هذوما الكل موجود فيهم السكر. والسكر بطيء الامتصاص نلقاوه في الخبز لي بات، نلقاوه حتى في البطاطا، نلقاوه في شو اسمه البواشيش اللوبيا الحمص اي هذوكم الكل، وحتى اللونتي العدس نلقاو فيه حتى العدس فيه سكر، حتى العدس فيه كميه نتاع السكر. دونك اذا كان تاكل انت صحن ولا عدس بالقدا معناها كي تعمل شوربه عدس اقرا حسابك اللي انت راك خذيت دوزه نتاع سكر باهيه زاده، معناها كي تحط شوربه عدس والا كي تحط شوربه فليك ولا شوربه لسان عصفور راك تجيب في البات، معناها هي ديجا راك تجيب في لي فيكولون اللي احنا نقولوا فيهم السكر بطيء الامتصاص. اما هذيك ما يقلقش عليه على خاطري ما يخليكش تجوع، انت اذا ما تكملكش باش تاكل منه برشا باش تاكل الكونتيتي اللي تستحقها، اما ما تكثرش وكهو. اما السكر السريع الامتصاص هو اللي قلقنا خاطر يعمل رابيل نتاع الانسولين، اذا كان انت تاكل منه باش تطلع البيك نتاع الانسولين وبعد بنص ساعه ولا ساعه غير بعد تعاود تجوع، اذا كان عاودش الجوع باش تعاود ماذا بيك بدنك يستحق السكر، دونك باش تولي ديما تلقى روحك كل ساعه تاكل في حاجه حلوه وديما تجوع. هذاك اللي احنا ماذا بينا واحنا ما دمنا نحكيو على هالغابيل هذا نتاع كل ساعه، هو راهو يمكن اللي يحب ينحي السكر صعيبه شويه من الاول خاطر البدن يطلب وقتها سكر، اما ايش في انت تقويت على بدنك نهير من غدوه باش تنقص الحكايه هذيك وتولي ما عادش تحب حاجه حلوه وتولي تخمم في حاجه اخرى. بالضبط بالضبط، هو البدن هو اللسان على قد ما تحط له ديما ماذا به يطلب الجو اكثر، معناها انت اليوم حطيت مغرفه غدوه يطلب لك مغرفه ونص، بعد غدوه يطلب لك مغرفتين، انت ماذا بيك كل ما تنقص باش تحس روحك تشرب فيها مش حلوة، أما من غدوة ولا بعد جمعة تلقى الحلاوة نتاعها سافا نورمال اكسبتابل، تولي وقتها ماذا بيك تزيد نقص باش تلقى روحك من بعد في الاخر تشرب فيها بلاش سكر والا نقص السكر. دونك هذايا اون جينيرال. مازال عندنا حاجة اخرين المناعة؟ مازال عندنا ماذا بينا المقلي والحاجات المشبعه بالزيت كيما البات فويتي كيما لي بسكوي كيما الجاتوات هذوما الكل، لي كرواسون هذوما الكل ماذا بينا الكرواسون كي غزرت ديجا حطينا ذاك علاش فكرت راني ما مسيتوش ديجا خليه هذوما زاده ماذا بينا نبعدوا عليهم. واحد اونكا مرض معناها لا قدر الله مرض باش يولي يتلهي بماكلته، ماذا به ما ياكلش كونتيتي كبيره، يقسم ماكلته على خمسه وجبات في النهار، يشرب برشا ماء، ماذا به كما قلنا احنا يركز على الفيتامينات الخضره اي سورتو الخضره خاطر تجيب لنا الاملاح المعدنيه اللي نستحقوها. وبالنسبه للزنك، الزنك خاطر العبد كي يكبر في العمر علاش تنقص المناعه نتاعو على خاطر يتيح التو نتاع الزنك في البدن. هذايا باش نجيبوه منين نلقاوه في نلقاوه في كيما قلنا الخضره الخضر الجافه اللي هما البقول الجافه الفول العدس الحمص هذوما نلقاو فيه زاده موجود في لي سيريال، نلقاوه موجود في الحوت موجود وفي الفروي دو مير زاده، ديما الحوت والفروي دو مير اللي هي برشا توانسه ماهمش يستعملوا فيهم، اما راهو ذيك اهم حاجه ماذا بينا على القليله مرتين في الجمعه والا حتى ثلاثه مرات في الجمعه كان مكلتنا تكون فيها طريف حوت والا حوت ازرق ولا حتى سردينه، معناها اللي ما عندوش باش يشري نورمال حتى سردينه ولا تون ينجم يجيب البزوان اللي يستحقه. هي ذول اللي تقعد ديما سردينه الاقرب المكتوب التونسي خاطر رسومها ديما حتى كي تغلى تقعد ديما معقوله وفيها شويه منافع وفيها منافع كبيره برشا كبيره برشا اللي برشا عبيد ما في بالهمش، وهذوكم منافع يعاونونا حتى للمناعه نتاعنا باش تقوى. وركزوا توا على الميدالينا والبرقدين ميدوم وقايت ديجا وقته، نشربوا برشا ماء ما نخليوش رواحنا ديما شايحين من الماء على خاطر حتى البوت تولي شاحبه ويولي فيها برشا ديغيد
ونرويو بدنا سي بون هكاكا. شكرا لك سندا، ميرسي بوكو اللي كنت موجوده بحثنا اليوم. ان شاء الله يكون النصائح هذوما الكل وصلوكم. استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على صغيراتكم، وباش نكمل في نفس تقريبا مش بعيد على المناعه، باش نتحدثوا على التلقيح على الفاكسان. برشا ناس تعرف الناس الكل اللي منشور وزاره التربيه يقول انه فما تلقيح اجباريه في المدارس نتاعنا للصغيرات، وحتى للمعاهد الثانويه يظهر لي زاد فما تلقيح. تو بعد شويه ناخذوا عليه اكثر تفاصيل، لكن في المقابل نلقاو على صفحات التواصل برشا ناس ردوا بالكم، ما تخليهمش يزرقوا لصغاركم، ردوا بالكم الفاكسان راهو فيه مشكل، يحبوا يزرقوه بالسيف. هذا برشا كلام قاعد يتقال ما بين الصحيح وما بين الغلط وما بين اللي يلزمنا نعملوه حتى نحميو صغيراتنا. هذه كل تفاصيل باش ناخذوها بعد شويه مع مدام احلام اللي تجي بحذانا في البلاتو، اللي هي مديره الطب المدرسي والجامعي بوزاره الصحه. ناخذوا معها اكثر تفاصيل بعد شويه، لكن قبل فما فقره مصوره نمشيو ونشوفوا مساله التلقيح ما بين الضروره والكلام اللي قاعد يتقال. نشوفوا الفقره ثم نرجعوا للبلاتو. ميرسي بوكو.